تقول طلقني زوجي قبل 4 سنوات والآن يرغب في العودة إلي، فما طريقة الرجعة؟ والله نسألها إذا كانت طلقة أولى أو ثانية طلقة رجعية، فعلى كل حال فالحمد لله لها ذلك الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فأما إذا كانت الطلقة طلقة واحدة أو طلقة ثانية فله حق الرجوع عليها إن كانت في العدة، فيراجعها مراجعة إما أن تكون عن طريق الاتصال الجنسي أو أن يكون بالفم بالقول، يعني بأن يقول راجعتك. وأما إذا خرجت من عدتها فيجوز لها أن ترجع إليه بعقد جديد، والله أعلم.